السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نترحم على روح الفنان الكبير سمير غانم عليه رحمة الله، وبعد ذلك نعرض عليكم قصر الفنان سمير غانم الشهير من الداخل والخارج. إليكم التفاصيل. بالرغم من بدايته البسيطة وولادته لأسرة فقيرة في عرب الأطاولة في محافظة أسيوط عام 1937، استطاع الفنان القدير سمير غانم صاحب التاريخ الفني الذي تعدى 50 عاما أن يكون ثروة ضخمة وضعته في خانة من أغنى الممثلين في مصر، وقد اشترى قصرا كبيرا في المنصورية بمصر يتميز بطابع كلاسيكي عصري في آن واحد. في هذا الفيديو نأخذك برحلة قصيرة إلى فيلا الفنان سمير غانم. هذا المكان فيه الكثير من روح صاحبه. هذه الكلمات التي أطلقت على منزل الفنان الراحل سمير غانم. لقد عكس تصميم الديكورات الداخلية لفيلا الفنان سمير غانم التلقائية نفسها التي لمسناها في أعماله، فقد جاء النسق المتبع في تنظيم الأركان المتعددة والمفتوحة بعضها على بعض، مشبعا بالعناصر المعمارية والزينة التي بلورت الرؤية الجمالية الرصينة المتمثلة في العناية بانتقاء مكونات الفضاء الداخلي للفيلا التي غلب عليها الطابع الكلاسيكي المعاصر الممزوج بلمسات تراثية تفسر حرصه على التمسك بالأصالة ليس فقط في أعماله إنما حتى في حياته العادية واليومية، في إطار من درجات اللون البيج والبني المستخدم في معالجة الحوائط، تألقت الصالونات الفسيحة الموزعة في الطابق الأرضي المنمق بفيض من الزوق المرهف، طوع المواد والألوان بصورة عززت الأريحية في الأركان المختلفة الغنية بألوانها وتفاصيلها الدافئة التي تغريك بالتوقف عندها وتأملها، كتلك الأرجوحة التي توسطت عمودين مرخمين وقد تدسرت بوشاح أحمر موشي بنقوش مذهبة عليها تكايات حملت ألوان الوشاح ونقوشه نفسها، أو كذلك الباب الأثري المميز بنقوشه الشرقية القديمة الذي أطفى بشموخ قامتها مساحة وقار على المساحة المحصورة بين السلم المؤدي إلى الطابق الثاني والممر الموجود على يمين المدخل، وقد انتصب إلى جوار الباب شمعدانان خشبيان مميزان بأطوالهم المتباينة. لقد مهد تناقض الضوء والظل الذي وفرته الإضاءة المباشرة وغير المباشرة الموزعة بنعومة لتعميق الإحساس بتلك الحميمة المضايفة التي اختص بها كل ركن من الأركان على طريقتها الخاصة، سواء في المساحة المخبوءة التي احتضنت محتويات غرفة الطعام أو الفضاءات التي شرعت أحضانها لاستقبال جلسات، تنسيقها رائع استوعب المزج الواعي لألوان أقمشة الستائر المتناغمة مع ألوان الأقمشة التي نجدت الكنبات بتشكيل من الكوشيات والتكاية. توجد في فيلا الفنان سمير غانم 4 غرف للنوم وحمامين ومطبخين وكذلك ريسبشن لاستقبال الضيوف، وغرفة أخرى واسعة لاستقبال الضيوف أيضا، وغرفة مخصصة لإيمي سمير غانم، وغرفة مخصصة لدنيا سمير غانم. وفي 30 أبريل عام 2021 أعلن عن نقل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز إلى المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وما لبس أن فارق الفنان القدير سمير غانم الحياة في المستشفى بسبب تداعيات الإصابة في 20 مايو عام 2021. والآن نترككم مع الصور الجميلة لمنزل الفنان الراحل سمير غانم.